أني جيت فري فاير فيها 16 شخصية نشطة، يعني شخصية أساسية. اليوم راح نجرب كل الشخصيات النشطة في لعبة فري فاير في فيديو واحد، وبنهاية الفيديو راح أقول لكم شو هي أقوى شخصية نشطة في لعبة فري فاير بدون منازع. إذا كنتم متحمسين للمقطع لا تنسوا أنكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، بدي هذا الفيديو يوصل ل 30,000 لايك. وليتس جو، يلا نبدأ. أول شخصية راح نجربها اليوم هي شخصية تاتسويا، وهي شخصية أسطورية جدا، وهي محبوبة الجميع ومحبوبة الصحراوي أسطورة العالم. هاي الشخصية بتعطيك دفعة سرعة غير طبيعية. شوفوا الحين هذا الشخص ما انتبه أصلا أني قربت منه. هاي الشخصية تنفعك في الهروب وفي الهجوم، يعني في الدفاع وفي الهجوم. يعني هاي الشخصية تعتبر من أقوى الشخصيات اللي ممكن تلعب بها في لعبة فريق. شوفوا مثلا بوم، مثلا شوفوا يا شباب بوم، ما راح يفهم ولا شيء الشخص اللي ضدك حرفيا. هاي الشخصية بتنفعك كثير خصوصا بالهجوم، وحتى في الهروب بتنفعك كثير، وكلكم تعرفوا انه الهروب نصف الرجولة. شخصية خرافية بمعنى الكلمة. ثاني شخصية معنا اليوم هي شخصية كشمر، وهي الشخصية بتعطيك نقاط فطر الأصفر وتعطيك الميدكيت. الحين عندي 69 أعطتني إياها في ساحة الانتظار، تخيلوا حتى في ساحة الانتظار بتعطيك الدم الأصفر. أول شيء راح تقلب هيك الشخصية مشان تصير تعطيك الدم الأصفر، هيك مثلا راح تصير تعطيك الشخصية دم أصفر، وكل ما يتجمع معك الدم الأصفر أكثر كل ما تكون الشخصية مفيدة أكبر، لهيك جمع دم أصفر أكثر وأكثر. بعد ما تجمع الدم الأصفر وتحب أنك تدخل فايت، اقلب الشخصية إلى أنه تعطيك دم أبيض. بعدين راح تدخل فايت تقتل الناس، مثلا هذا مات، وين الشخص اللي بعده؟ بدي شخص يدمجني حتى نجرب الشخصية. دمجوني أيها البشر ليس لديكم أثر. هذا مات كمان، اوكي ليتس جو. هذا مات كمان، شباب قاعد اجلد، يلا بدنا نجرب الشخصية. المهم راح تتجربها غصبا عنك. مثلا هذا الشخص دمجني، راح يتحول الدم الابيض بسرعة البرق مثل ما انتم شايفين. دمجني الحين، شوفوا الدم تبعي قاعد يتحول الى الدم الابيض، من الاصفر الى الابيض. كل ما جمعت اصفر اكثر كل ما كانت الشخصيه مفيده اكبر. هاي الشخصيه بالنسبه لي مفيده جدا في الكلاس سكواد، ومفيده كمان في الباتل رويال، بس في الذئب الوحيد لا تستعملوها ابدا، ابلع. والشخصيه الثالثه هي شخصيه ووكونغ، شخصيه الشجره. هاي شخصيه نشطه، وهي من اوائل الشخصيات النشطه في لعبه فري فاير. شخصيه ووكونغ تسوي الشجره، ما راح يضربك اي شخص، ما يقدر انه يدمجك ابدا، وانت تقدر انك تضرب وتحط ثلج وتسوي كل شيء جميل ولذيذ. الشيء الحلو انه بمجرد ما اقتل هذا الشخص راح تتفاعل مره اخرى، ابلع. جلدته الحين، راح تتفاعل معي شخصية ووكونغ مثل ما انتم شايفين. هذا هو الشيء الاسطوري جدا. اذا كنت تلعب سولو سكواد او سولو ديو، وبمجرد ما تنزل شخص نوك راح تتفاعل معك الشخصية مرة اخرى. يعني هاي الشخصية اذا كنت لاعب محترف راح تفيدك كثير كثير كثير. طبعا يا اساطير، اكثر شيء ايجابي يعجبني بهاي الشخصية فيك انك تسوي الشخصية وتمسك شجرة بيدك، مو شجرة، تمسك ثلجة وتحط الثلجة وانت مسوي الشخصية. هاي المهارة اسطورية جدا، خصوصا مع مهارة انك بمجرد ما تقتل شخص بترجع لك الشخصية. بصراحة يا شباب العيب الوحيد في هاي الشخصية انه اذا سويت الشخصية ودخلت الى الزون راح تنشال معك الشخصية. هذا هو العيب الوحيد الموجود بهاي الشخصية. الشخصية الرابعة هي شخصية تخليك تشيل المهارة تبع الشخصيات اللي ضدك. يعني مثلا هذا الشخص راح يجي ضدي الحين، وينه؟ انه مثلا هيك ضربته دمجته 25 وكمان ما صار عنده ولا مهارة شخصية. يعني هذا الشخص اللي ضدي الحين قاعد يلعب بدون اي شخصيات. هاي الشخصية خرافية جدا بمعنى الكلمة. الشخصية اللي تعطل مهارة الاعداء اسمها A124. والحين راح نروح لأول شخصية نشطة، وهي شخصية ألوك. شخصية ألوك كانت أقوى شخصية في لعبة فري فاير، لكن بعد ما نزلوا كثير شخصية نشطة صارت الشخصية مو قوية مثل قبل. شخصية ألوك زمان كانت لما تسوي الشخصية تزيد لك جرعة من السرعة، الحين رجعوا السرعة بس مو سريعة مثل زمان، بس الشخصية تبقى أسطورية جدا إلى حد الآن.
كل ما يدمجك شخص بتقدر انك تسوي هاي الشخصية وتزيد لك ميد كيت. بس انا سويتها الحين، راح ننتظر حتى تتفعل الشخصية مرة اخرى. الشيء اللي يعجبني في شخصية الوك انه شخصية سريعة التفعيل، يعني مثلا هيك تفعلت معنا راح تزيد لك ميد كيت وتزيد لاصدقائك كمان ميد كيت. بس زمان كنت تزيد ميد كيت اكثر من هيك بكثير. الشخصية اللي بعدها هي شخصية ستيفاني. شخصية ستيفاني المهارة الخاصة بها انه اذا كنت في فايت الحين مثلا، راح ادخل فايت مع هذا الشخص راح ادمجه هيك. اوكي اين انت؟ راح ندمجه. لو تفعل شخصية ستيفاني راح تعطيك دائرة صفراء، هي الدائرة راح تخلي الاعداء اذا رمولك اي قنبلة ما راح تدمجك القنبلة ابدا، او لغم او اي انواع من انواع القنابل. ابلع يا اخي، انت بدك تموت، كمون كمون ابلع. هاي الشخصية اسطورية جدا اذا كنت تلعب في البطولات. الشخصية اللي بعدها هي شخصية كلو. حتى من شخصية كلو، شخصية اسطورية جدا، بس المدى تبعها صغير جدا. لو تفعل شخصية كلو راح تعطيك كل الناس اللي بجنبك على اساس كأنك قاعد تعمل رادار، يعني الدرون الاصفر نفس العمل تبع شخصية كلو. هذا الشخص بجنبي مثل ما انتم شايفين في الخريطة طالع لي الحين انه في شخص بجنبي، راح يطلع لك هون نقطة حمراء في مكان الماب. مثل ما خبرتكم هاي الشخصية الشيء الحلو فيها انه تفعل بسرعة، مثل ما انتم شايفين الحين بس سويتها قبل ما اموت الحين راح تتفعل تقريبا. الشيء السيء انه مدى الشخصية صغير جدا، لو افعل الشخصية راح تعطيك بس الشخص اللي بجنبك، بس الشخص البعيد ما راح تعطيك يا ابدا. هذا هو العيب الوحيد في الشخصية انه مدى الدرون تبعها صغير جدا. الشخصية اللي بعدها هي شخصية كرونو. شخصية كرونو المهارة تبعها انه اذا وقفت هيك ودمجت شخص وبعدها هذاك الشخص دمجك، دمجني ايوه دمجني، راح تسوي هيك دائرة زرقاء ما يقدر انه يدمجك الشخص اللي ضدك ابدا. العيب الوحيد بهي الشخصية انه تتلغى الدائرة تروح بسرعة البرق. بس الشيء الاسطوري انه هاي الدائرة بتمنعك من اي نوع من انواع الرصاص حتى القنابل. وكمان لمعلوماتكم سرعة اعادة التفعيل بطيئة جدا في شخصية كرونو. الشخصية اللي بعدها هي شخصية سكايلر. شخصية سكايلر زمان كانت اقوى شخصية في لعبة فري فاير اول ما نزلت، لانه كانت فيها مهارة اسطورية انه فيها انه تكسر مليار ثلجة في ثانية واحدة. الحين هاي الشخصية تقدر انه تكسر بس ثلجة واحدة، مثلا لو نفعل هاي الشخصية الحين هيك راح تكسر لك الثلجة بس على شكل دائرة حمراء. هاي المهارة صراحة اسطورية جدا وبتنفعك كثير، لانه كل الناس يستخدموا الثلج لحماية انفسهم. والشيء الاسطوري كمان انه هاي الشخصية تتفعل بسرعة البرق. شوفوا الحين قريبا وتتفعل معي هاي الشخصية. هاهاها الصهراوي اسطورة التحديات. الشخصية اللي بعدها هي شخصية ديميتري. هاي الشخصية اسطورية جدا اذا استخدمتها في الباتل رويال او في الكلاس سكواد، لانه ما فيك انك تستخدمها في الدئب الوحيد. شوفوا الحين اقدر اني استخدم شخصية ديميتري بس للاسف راح اموت وما راح ينحسب لي الشخصية ابدا. الحين شوفوا يا شباب، يلا اقتلني، هذه انتظرني الضرب، قتلته انا. الشيء الاسطوري بهي الشخصية انه تتفعل بسرعة. الشيء الاسطوري الثاني كمان انه بتنفعك كثير 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 في الكلاس سكواد، لانه راح تكون تلعب مع سكواد وكل اصدقائك راح يكونوا بجنبك. بس هي الشخصية العيب الوحيد فيها انه ما فيك انك تفعلها في الذئب الوحيد. مثل ما انتم شايفين الحين دمي انا ناقص كثير، راح استدرج هذا الشخص واسوي الشخصية وراح تشوفوا كيف ما راح تنفعني ابدا. فعلت الشخصية لكنني ساموت يا صديقي، راح اموت بدون ما تنفعني شخصية ديميتري. هذا هو العيب الوحيد من شخصية ديميتري. الشخصية اللي بعدها هي شخصية هومر. شخصية هومر هي شخصية اسطورية جدا وراح تفيدك كثير اذا كنت تحب الفايت القريب. يعني هاي الشخصية اسطورية جدا في الفايت القريب، واحلى مود بيزبط مع هاي الشخصية هو مود الذئب الوحيد. مثلا لو اسوي هاي الشخصية راح تعطيني مكان العدو وبنفس الوقت راح تسوي له تبطيء. مثل ما انتم شايفين بطأت العدو والعدو جلدني. او شيت انا متت باي. الشيء الاسطوري بهي الشخصية انه مفيدة جدا في الذئب الوحيد، وكمان مفيدة جدا في انه تبين لك اماكن العدو. الشيء السيء في هاي الشخصية انه تطول كثير مشان تتفعل مثل شخصية كرونو. حان وقت الانتقام. باي. الشخصية اللي بعدها هي شخصية كينتا.
هاي الشخصية فيك تقول انه من اسوأ الشخصيات النشطة اللي نزلتها لعبة فري فاير، لانه حرفيا المهارة تبعها ما تحتاجها كثير في لعبة فري فاير، لانه اغلب الناس راح يضربوك على الجنب من الخلف ومن الامام، بس هاي الشخصية راح تفيدك بس في الفايت من الامام، لانه هاي الشخصية راح تعطيك جدار حماية، وهذا الجدار بتقدر انك تضرب منه. مثلا شوفوا هاي الجدار، هذا الشخص بيقدر انه يدمجني وانا كمان بقدر اني ادمج، لهيك انا اشوف انه هاي الشخصية سيئة جدا 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 بمعنى الكلمة. هاي الشخصية لو كانوا سووها انه تمنع الدمج تبع الشخص اللي يضربك من الجدار وانت تضرب راح تكون اسطورية، بس هم مسوينها انه تقلل الدمج فقط. هذا هو الشيء السيء في الشخصية، الشخصية كليتها سيئة، بس الشخصية فيك تقول انه تتفعل بسرعة، بس مو بسرعة كبيرة لكن تتفعل بسرعة معتبرة. الشخصية اللي بعدها هي شخصية آيريس. هاي الشخصية أسطورية جدا إذا كنت تلعب بالدبل أوم، ولهيك الشخص اللي ضدي اختار أنه يلعب بالدبل أوم. هاي الشخصية أسطورية جدا إذا دمجت الشخص اللي ضدك وحط ثلجة، مثلا هذا الشخص حط ثلجة، تفعل الشخصية وتضرب خلف الثلج، وكمان راح يعطيك علامة تبع أنه هذا الشخص تقدر أنك تضربه خلف الثلج بكل سهولة. إبلع. هاي الشخصية مفيدة جدا للناس اللي تلعب بالأوم. الشخصية اللي بعدها هي شخصية سانتينو. شخصية سانتينو شخصية من الشخصيات القوية جدا في لعبة فري فاير. لو تفعل الشخصية هيك وراح تغير مكانك وتدخل في فايت مع هذا الشخص، وبعد هذا الشخص شفته راح يقتلك هيك، تقدر تغير مكانك وتسوي ميدكيت. ايزي بيزي. هاي الشخصية تقدر انك تدرعم بها، تقدر انك تهرب بها، مثل شخصية تاتسويا. شخصية مفيدة جدا هاي الشخصية، وانا بصراحة اشوفها من اقوى الشخصيات النشطة الموجودة في لعبة فري فاير. ابلع. والشخصية المقابل الاخيرة هي شخصية اوريون. ليتس جو. شخصية اوريون ضروري انك تفعل معها شخصية ميغيل، حتى اذا قتلت شخص يزيد لك الدم الاحمر اللي هو نفسه الدم الاصفر. لما يدمجك شخص تقدر انك تسوي شخصية اوريون هيك، وهذا الشخص ما يقدر انه يدمجك ابدا، وبنفس الوقت انت بتقدر انك تدمجه بكل سهولة وتموت. ابلع. هاي الشخصية لما تقتل شخص بيجيك هذا الدم الاصفر، تسوي هيك، تستعاد، ابلع ابلع ابلع، يلا ليتس جو، ايزي بيزي. وكل ما تقتل شخص تتفاعل معك الشخصية، هذا الشيء اسطوري جدا. ليتس جو. ابلع. تفعلت مرة اخرى، كل ما تقتل شخص تتفاعل معك مرة اخرى. اخر شخصية معنا اليوم هي شخصية زينة، من اسمها واضح انها اسطورية. هاي الشخصية اسطورية جدا، وصراحة عمري بحياتي ما لعبت بهاي الشخصية، بس راح نكتشفها مع بعض. بس انا ادري انه من اسمها واضح انها اسطورية. لما تسوي هاي الشخصية راح تعطيك 60 ميدكيت اضافي. شباب تعطيك 60 ميدكيت اضافي مثل ما انتم شايفين. توقع انه قاعد يدمجني هذا الشخص، قاعد يدمجني، كانت عندي 60 ميدكيت اضافية فوق ال 200 ميدكيت، يعني كانت عندي 260 ميدكيت. اتوقع لما تسوي ميدكيت وهي الشخصية فعلا راح تزيد من نقاط الصحة اللي تجيك اضافية الى هاي الشخصية. هاي الشخصية كمان تتفعل بطريقة سريعة مثل ما انتم شايفين امامكم في الشاشة الحين، فات نصف التفعيل. مثلا انا الان دمي 40، لو افعل الشخصية راح يصير دمي 107، لو اسوي ميدكيت راح تزيد لي عدد كبير من الميدكيت. شوفوا من 107 الحين دم تبعي صار 200 وما ادري كم، المهم كثير يا اخي. الحين الميدكيت وشت. الحين الشخصية خلتني اسوي ميدكيت يعطيني اكثر من 75 ميدكيت، وبنفس الوقت اعطتني 60 ميدكيت اضافي. هاي الشخصية بصراحة راح تنفعك كثير. بعد ما خلصنا تجربة كل الشخصيات كلياتكم اكتبوا بالتعليقات شو هي اكثر شخصية بتلعبوا بها، وشو هي اكثر شخصية قوية في لعبة فري فاير. انا شخصيا اشوف انه الشخصية الاولى اللي جربناها شخصية تاتسويا اللي انا اصلا مسويها هي اقوى شخصية نشطة في لعبة فري فاير بدون منازع. طبعا يا اساطير لو قد وصلنا الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع يكون اعجابكم، لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة. اذا عندكم اي افكار اكتبوا لي اياها بالتعليقات. نشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت.